من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بعض من حضراتكم سألوا أسئلة عن توقعات اليهود نفسهم عن المسيح وعن المسيح وعن توقعاتهم للمسيح المنتظر. فالمحاضرة دي هنتكلم فيها عن المسيح والمسيح في فكر اليهود الأتقياء، وأشرح لك يعني إيه كلمة فكر اليهود الأتقياء. كل ده احنا بنعمله محاضرات، بنحضر نفسينا لسر التجسد الإلهي ويوم 29 كيهك عيد الميلاد المجيد وعيد التجسد الإلهي. قدمنا قبل كده محاضرات في نفس الخدمة دي، خدمة اجتماع دراسة الكتاب المقدس ليوم الثلاث. قدمنا محاضرات عن ولد اليوم المخلص نور الحياة وتجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص جزئين، وبعد كده اتعملت منه محاضرة انجليش هي توت اس ذا ويز اوف سالفيشن. والنهارده او دلوقتي هنتكلم عن المسيح والمسيح في فكر اليهود الاتقياء. مدخل للموضوع انه السيد المسيح وهو على الارض كان بيتكلم مع بعض الناس وبيقول لهم لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لانه موسى كتب عني، فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ وكان بيقول لهم في يوحنا 8: أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنتم من أب هو إبليس، لأنه إبليس ده هو كذاب وأبو الكذاب. وقال لهم إنه أنا قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. الفكرة هنا إن اليهود دول فهموا أجزاء كتيرة من العهد القديم بطريقة خطأ اللي بيكلمهم السيد المسيح هنا، وخدوا المبادئ دي عشان يطبقوا بيها مبادئ لنفسهم ولحياتهم ومبادئ سياسية أكتر منها مبادئ دينية أو روحية. عشان كده هم الناس دول ناسيين أريدوا رحمة لا ذبيحة، وناسيين أن الذبيحة لله روح من صحب. هو ده اللي كان بيكلمهم السيد المسيح في الجزئين اللي أنا أشرت ليهم هنا، يوحنا 5 ويوحنا 8. لكن العهد القديم كتاب حق وكتاب حقيقي وكتاب تقوى، وينتج تقوى وينتج ناس أتقياء. وده اللي بنلاقيه في مثلا زكريا وأليصابات اللي قدام حضراتكم في إنجيل لوقا 1، وكمان سمعان الشيخ الذي كان رجلا بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى المسيح الرب. وفي لوقا 1: دخل الملاك إلى القديسة العذراء مريم وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. يعني العذراء الكتاب اللي كان بتقراه هو العهد القديم، فالعهد القديم كتاب ينتج ناس أتقياء زي أليصابات وزي زكريا وزي أنبياء العهد القديم وزي القديسة العذراء مريم والدة الإله. وقال لهم، قال لها الملاك: لا تخافي لأنك وجدت نعمة من عند الله. هم دول اليهود الأتقياء. كان في يهود أتقياء كانوا بيفسروا كتب العهد القديم ويكتبوا عنها ويشرحوها ويقولوا من هو المسيح المنتظر. وبالتالي هم دول الأتقياء اللي احنا هنمشي ورا فكرهم ونفهم هم قالوا إيه عن المسيح اللي منتظرينه اليهود. مقدمة عن المسيح وكلمة المسيح. المسيح هي كلمة من الفعل العبري ماشياح أو مسيح في اللغة العبرية، وبيقابلها بالآرامية أو تنطق بالآرامية مشيحة، وعن اليونانية نقلت إلى اللغة الأوروبية ماسية أو ماسياس زي ما كمان إحنا بنقولها في الكنيسة. وموجودة في يوحنا 1:41 وفي يوحنا 4:25، وهي كلمة عبرية معناها ممسوح أي مسيح. وعند اليهود المسيح هو المخلص المنتظر، وهو قائد معين من قبل الله، وقد يكون ملكا لإسرائيل لأنه يجب أن يخرج من صلب داود الملك، وهو الذي سيحكم الشعب اليهودي ويوحد أسباط إسرائيل ويعلن عن بدء العصر المسياني الذي سيكون فيه من وجهة نظر اليهود العدل والسلام والحرية، ولا تكون حروب على الأرض. وده اللي هنشرحه وهنقول. فاليهود ينظرون إلى المسيح كرسول من الله، وبعضهم بعد كده بيقولوا أنه سيكون هو الله،
وهم ينتظرون ملك ملك أرضي يجعلهم فوق جميع الشعوب، وهنشرح كل ده بعد شوية. وكلمة الممسوح هي دي طقس يهودي اللي هي المسحة أو اللي كان بيقدمها موسى النبي في سفر خروج 30 زي ما قدام حضراتكم، وبعد كده هارون يمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داوود ملكا على بيت يهوذا، وأمسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وهكذا. إذا هي الطقس كان المسح يتم بصب الدهن المقدس على رأس الممسوح، فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وهكذا دعي الكهنة والأنبياء والملوك مسحاء الرب، ومفردها مسيح إله يعقوب. في نبوات من العهد القديم استخدمها الراباي اليهودي، الزعماء المجتمع اليهودي والحكماء لفهم وشرح المسيح. زي ما قلنا إن اللقب المسيح هو الملك المثالي للعصر المسياني، يستخدم أيضا بدون وصف بمعنى اسم مسيح، وموجود في التلمود البابلي والمدراش، وتشبه كلمة إخريستوس في اليوناني ومصايا في الترجمة الآرامية، وده اللي احنا هنتكلم عنه في النبوات زي أرميا وزكريا وأشعياء زي ما نشوف. المسيح في سفر إشعياء أو المسيح إشعياء، الآيات اللي احنا حافظينها هي دي نفس الآيات كانوا بيستخدموها عشان يتكلموا عن المسيح. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويكون يدعى اسمه عجيبا. عجيبا دي متكررة كتير في العهد القديم، بمعنى انه بيعمل اعمال عجيبة غير متكررة. مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داوود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد، غيرة رب الجنود تصنع هذا. طبعا النبوة المعروفة في أشعياء 11: يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة، ويقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويكون البر منطقة حكمتنيه والأمانة منطقة حكويه، ويسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي. وتكمل النبوة: ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب، أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه، ويرفع راية للأمم، ويجمع منفي إسرائيل المشتتين، ويضم مشتتي يهوذا من 4 أقطار الأرض. نبوات تانية كتير عن المسيح استخدموها اليهود الأتقياء عشان يجمعوا معلومات ويعرفوا عن المسيح المنتظر، قدام حضراتكم في أشعياء 30 وفي أشعياء 32 وفي أشعياء 65 وفي سفر أرميا وفي سفر حزقيال وفي سفر ميخا. أقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، وفي أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. يعني الشعب هيرجع لما يجي المسيح. وقدامكم حاجات في سفر حزقيال وفي سفر ميخا، ودي نبوة مهمة جدا. ميخا 5: أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه، ويثبتون لأن الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض. وطبعا سفر المزامير مليان إشارات، منها سفر مزمور 2 اللي هي: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين: لنقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما. وبتكمل بيكمل المزمور: اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا ملكا لك. يعني المسيح لما هيجي هياخد كل الأمم ميراث ليه، وأقاصي الأرض ستكون ملك ليه.
ويشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر ويكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس، ويتباركون كل أمم الأرض ويطوبونه. في كمان المزامير المسيانية الهامة، أنا جبتها لكم كلها قدام حضراتكم، ده من كتاب لأبونا تدرس يعقوب ملطي، مزمور 2، مزمور 8، مزمور 16، وهكذا. دي كلها مزامير استخدموها اليهود الأتقياء عشان يعرفوا من هو المسيا وإمتى هيجي المسيا وإيه اللي هيعمله المسيا لما هيجي. فبالتالي جمعنا كل النقط دي وحطيناها في السلايد اللي قدام حضراتكم دي والسلايد اللي جاي، ان المسيح سيحل عليه روح الله ويحكم بخوف الله، ولن يدخل في حرب، ولكنه يثبت او يثبت عدل الله، يجعل الحمل يرعى مع الذئب، سيحكم وحكمه سيقود الى اعاده النمو الروحي، وسيحكم بامور وقواعد البر التي سيضعها هو بنفسه، وستكون هناك حاله من الكمال الاخلاقي والدين. المسيح يسود على الامم، المسيح غصن بر لداود، سيؤسس قضاء عادل وحكومه حكيمه في البلاد، سيكون اسمه الله خلصنا، وهي كلمه يشوع او يسوع، وهو اللي هيجدد البشر، ويظهر المسيح او المسيح تحت صوره ثور ابيض، ويأمر باحترام وخوف جميع الوثنيين، ومع ذلك فهو لا ياخذ اي دور حقيقي لنفسه، أي أن الله نفسه هو الذي يصد هجوم الوثنيين الأخير على إسرائيل ويدين ويؤسس سيادة إسرائيل على العالم كملك أرسله الله من شروق الشمس، ويضع نهاية للحرب في جميع أنحاء الأرض. قدامكم المرجع اللي جبنا منه هذه الصفات اللي عن المسيح، وإنه اليهود الأتقياء دول والرباي بيقولوا إنه سيأتي المسيح من السماء ويحل ويحكم، الله وخوفه، يعني خوف الله هيكون ما بين الناس، والله بنفسه هو الذي يصد الهجوم على إسرائيل، ويكون ملك مرسل من الله من شروق الشمس، ويؤمنون أن المسيح سماوي وسيطلق عليه ابن الإنسان، سيكون من يهوه ومجده يستمر من جيل إلى جيل، وهو ابن الإنسان، هو يمثل عدل الله وحكمته وعلاقة الله بالإنسان، وفي نهاية الأيام سيكشفه الرب للعالم ويضع على كرسي مجد الله ليحكم على كل الخليقة، وتسجد له كل الخليقة، وسيحكم على الأمور المخفية، وسيطلق عليه ابن الإنسان القادم من السماء، ويأتي خفيا كلص، ويولد مفاجأة، يعني هيولد مفاجأة ويأتي خفيا كلص. لقوا كل الكلام ده ليه مردود في حوارات السيد المسيح مع اليهود في الأناجيل الأربعة، وقدامكم برضو المرجع اللي جبنا منه الكلام ده. من ضمن الحاجات المهمة اللي بيتكلم عنها العهد القديم وبتشاور على المسيح أن الشاكينة أو الشاكينة. إيه هي الشاكينة؟ هي كلمة معناها الحلول، أو يسكن أو يقيم إقامة دائمة. ودي موجودة في سفر خروج 25 8، لأسكن في وسطهم. فالشكينة من ذات الطبيعة الإلهية، لأنه محضر الله وظهور يهوه، فالشكينة هو يهوه نفسه الساكن وسط شعب. ودي موجودة في خروج 29 زي ما قدام حضراتكم، وإنه حلول الله وسط شعبه هيكون هو ده الشكينة، ولما هيجي المسيح هيمثل هذا الحضور. فبالتالي المسيح هو الشكينة، والشكينة هو حضور الله اللي هيكون في المسيح، وبالتالي هو اللي هيظهر عظمة وحضور الله وسط الشعب. وطبعا في كلام في آيات كتيرة من العهد القديم بتوضح الموضوع ده، أنا جبتها وهسيبها قدام حضراتكم، اللي هي الشكينة انه كان بيظهر فعلا، وانه كان هو الساكن فغطى السحاب الجبل في ايام موسى، وحل مجد الرب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة، هو ده الشكينة. وده الكلام اللي لما هنقرا انجيل يوحنا اصحاح واحد، ورأينا مجده مثل مجد لابن وحيد، ده اللي بيورينا او بيربطنا بين العهد القديم والعهد الجديد، انه السيد المسيح نفسه في تجسده هو مجد، هو الذي فيه رأينا مجد الله، وهو الشكينة، وهو المسيح المنتظر اللي
كانوا مستنيينه اليهود. ونفس الكلام، انا ساكن في وسطها، اسكن في وسطكم، ها انا ذاتي، ها انا ذاتي واسكن في وسطك. ولو تفتكروا انه في يوحنا 1:14، والكلمه صار جسدا وحل فينا، اي وسكن فينا، دويل ان اس، يعني حكم سكن فينا. وهي ده انه السيد المسيح في تجسده هو اللي هيكون الشكينه للشعب اليهودي، او الشكينه الحقيقيه المنتظره. قدامكم برضو المراجع اللي جبنا منها الكلام ده. ومن ضمن الحاجات اللي قالوها برضو عن الشكينة، إن الشكينة مثل الطائر أو الدجاجة يجمع اليهود تحت جناحيه. فاليهود إن الشكينة دي هي محضر الله، بيحط الشعب اليهودي تحت جناحيه. لو تفتكروا السيد المسيح في متى 23 37 قال إنه يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. يعني السيد المسيح هنا بيقول لهم إن أنا الشكينة، أنا محضر الله، أنا حضور الله. فهو ده التحقيق بتاع الشكينة في العهد الجديد، هو المسيح، هو تجسد الرب يسوع المسيح. الشكينة هو يهوى الساكن وسط شعب. و ده اللي قاله كمان، في لما قالوا على انه لازم في قانون في المجتمع اليهودي انه عشان يكون في اجتماع رسمي لازم يكون في 10 افراد مع بعض، انما الوحيد اللي الشكينه دي هي دي اللي هتحضر، هو ده هيكون مجد الله في وجودهم. والسيد المسيح في متى 18 قال: حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك اكون في وسطهم. فهو ده الشكينة، إنه السيد المسيح نفسه بيقول لهم إنه حتى لو بتتكلموا على اجتماعاتكم الرسمية، أنا أكون في وسطكم 2 أو 3 باسمي، فأنا أكون في وسطكم. الممرة، يبقى إحنا اتكلمنا عن النبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن المسيح، وإزاي دي النبوات اللي استخدمها اليهود نفسهم عشان يفهموا المسيح. والنقطة الثانية اتكلمنا عن الشكينة، والنقطة الثالثة بنتكلم عن الممرة. الممرة هو تعني الكلمة أو كلمة الله الخالقة. يعني لما بنرجع لتكوين 1، لما كانوا بيقولوا إيه؟ وقال الله ليكن نور فكان نور. وبالتالي هي كلمة الله الخالقة دي، هي دي اللي سموها الممرة، وهي تجسد قوته في الكلمة وفي الأمر وفي العقل. يعني هي دي الكلمة. والممرة ده هو بديل للرب، وبالتالي هو بديل لوجود الرب، فهو كلمة الممرة. فهو باستمرار تجسد القوة الإلهية أو رسول الله في تجسد. وكل ما أطلق على أفعال الله في الترجمة على الممرة، أي أن الممرة في الترجمة هو كلمة وقوة وعقل الله المتجسد. وبالتالي الفكر المسياني لليهود عن المسيح القادم واللوغوس، كلمة الله وحكمة الله باليوناني، والممرة كلمة الله الحكيمة بالعبري. الممرة هو اللوغوس اليوناني. يعني إيه؟ لما ابتدت الثقافة اليونانية تدخل من حوالي القرن الرابع أو الخامس أو الثالث قبل الميلاد، لما ابتدت الثقافة اليونانية تدخل، فحاولوا يعبروا عن الممرة العبري بكلمة يونانية، فاستخدموا كلمة اللوغوس اللي هي اللوجيك او المنطق او العقل او الادراك او الكلمه. فهي دي كمان اللي استخدمها القديس يوحنا في انجيل يوحنا لما قال: في البدء كان اللوغوس الكلمه، وكان الكلمه الله، هذا كان في البدء عند الله. وبالتالي اليهود الاتقياء كانوا بيشاوروا على الممرة باللوغوس في القرون القريبه للسيد المسيح، لتجسد الرب يسوع المسيح. وبالتالي الممرة هو تعبير يهودي أصيل عن المسيح، وتحول أو استخدمه كلمة اللوغوس في الفترة اللي قبل تجسد الرب يسوع المسيح. وقدام حضراتكم برضو إن هو هيكون رئيس الكهنة والوسيط والشفيع بين الله والإنسان والمظلل على الإنسان ورئيس الإنسان. الممرة في الترجمة البابلي، لما نبص مثلا على سفر الخروج تلاقي قدامكم كل الكلمات اللي موجودة، كلمة ممرة اهي، شوفوا كم مرة موجودة في سفر الخروج، يمكن مثلا 25 أو 30 مرة كلمة الممرة
أو اللي هي بتعبر عن مجد الله وكلمة الله في العهد القديم في سفر الخروج. وبعض الناس قالوا إن طبيعة الشكيناه هي الممر، أو هو الممر، وهو اللوغوس، وهو ضوء وسيط بين الله والعالم، أو بمعنى آخر هو جوهر الله كما يتجلى في شكل مميز. وده يفسر لنا اللي قاله القديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين إصحاح واحد، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. فمعلمنا بولس هنا يعلن أن المسيح هو بهاء مجد الله، مجد يهوه، ورسم الجوهر الإلهي، وحامل كل شيء من قوة وصفات وخلق وحكمة وألوهية بكلمة قدرته. فيؤكد أن الشكينة اللي هي الممرة هو المسيح. واتقال برضو في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 2، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد، في غلاطية 3. وبالتالي القديس بولس الرسول هنا بيقول إنه لو أنتم مستنيين الشكينة أو مستنيين الممرة، فالشكينة والممرة تجسد هو الرب يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح، الوسيط اللي ما بين الله والإنسان. وهو هنا بيأكد لهم أن الممرة والشكينة كانوا بيرمزوا للسيد المسيح اللي تجسد في هذا الزمان. طيب العهد الجديد قال إيه عن فهم اليهود للمسيح؟ تعالوا نشوف. لما اتولد الرب يسوع المسيح، لما ولد يسوع في بيت لحم في أيام هيرودس الملك، المجوس جم، فراح هيرودس جمعهم وقال لهم أنتوا سأل أين يولد المسيح؟ وبالتالي هم عارفين إن المسيح هيتولد في الزمن ده، بس مش عارفين المكان فين. فراح قالوا له، أو هو مش عارف المكان فين، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه مكتوب بالنبي: أنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ولما حصل اللقاء مع واتكلموا مع يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان نفسه أنكر، قال إني لست أنا المسيح، قال اعترف ولم ينكر، يعني مش اوعوا تفتكروا إن أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، ولكن سيأتي بعدي من هو لست أهلا أن أكون أن أحل سيور حزب. وفي لوقا 3 لما كان يوحنا المعمدان بيقول لهم توبوا وكده، فالشعب قالوا: إيه ده؟ لحسن يكون هو ده المسيح، أو هو ده المسيح. فقال لهم: إذا كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون عن قلوبهم عن في قلوبهم عن يوحنا، لعله المسيح. يعني هم متوقعين إن اللي هيجي يقول لهم توبوا وارجعوا هو مين؟ هو المسيح، هو المسيح. إلا إنه يوحنا المعمدان في موقع تاني في يوحنا واحد قال لهم: إني لست أنا المسيح. في يوحنا واحد برضو في آخر الإصحاح، ويوحنا واحد كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه اللي هو يوحنا المعمدان. هذا وجد أولا أخاه سمعان وقال له: قد وجدنا مسيا، يعني احنا عندنا معرفة مسبقة عن من هو المسيا الذي تفسيره المسيح. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من نصر. أولا هنا هم عارفين إن في مسيا، والمسيا ده هيكون المسيح، واللي عندهم معلومات عنه واتكتب عنه في الناموس والأنبياء، وبالتالي في معرفة عامة عن من هو المسيح. فبالتالي هم ده توقعهم أو ده يعني انتظارهم للمسيح. فقال قوم من أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه؟ وهو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا، ألعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا؟ يعني الناس كانت عايشة في وقت تجسد الرب يسوع المسيح، عايزين يتأكدوا أو بنسبة كبيرة عارفين أو حاسين إنه هو المسيح. ولكن هذا نعلم من أين هو، يعني إحنا عارفين مين أبوه وأمه،
أما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو. وده كان تعليم الرباي اليهودي وتعليم اليهود الأتقياء، إن إحنا مش عارفين المسيح هيجي منين. فبيقولوا معقولة يكون هو ده المسيح؟ هو الرؤساء عرفوا إن هو ده المسيح حقا؟ وفي لوقا 4: وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. شهادة، يعني في شياطين خرجت من الشعب اللي كان الرب يسوع المسيح بيشفيهم، وقالت أن المسيح هو ابن الله، لم يدعهم يتكلمون لأنه عرفوه أنه هو المسيح. وبالتالي في معرفة عامة عند البشر في وقت تجسد الرب يسوع المسيح أن المسيح هيجي، وأن المسيح هيجي في الوقت ده، في هذا الوقت من القرن الأول، وهيعمل هذه الأعمال. فعشان كده كانوا بيتكلموا بهذا الشكل. وفي الحوار اللي مع بطرس الرسول موجود في لوقا 9 وموجود في متى 16: فأجاب بطرس وقال: أنت مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا لأحد. واتكررت في متى 16:16: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه هو يسوع المسيح. وبالتالي ده إعلان إلهي يا جماعة، إن حد يفهم ويقدر إنه ما عمله المسيح هو تحقيق لنبوات العهد القديم عن المسيح. وبالتالي رب يسوع المسيح قال لسمعان بطرس، قال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، يعني مش واحد من البشر هو اللي جه حكى لك، لكن أبي الذي في السماوات هو اللي أعلن لك يا سمعان بطرس أن تقول أن هذا هو المسيح ابن الله الحي. وفي لقاء الرب يسوع المسيح مع السامرية قالت له: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. شوفوا الكلام، يعني هم فاهمين أن لما هيجي المسيا هيخبرنا بكل شيء، هيقول لنا كل حاجة وهيرتب كل حاجة. تمام. والجزء الأخير في متى 22: كان الفريسيون مجتمعين، سألهم يسوع: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. فإزاي الكلام ده يتحقق؟ ما كانوش بيردوا، لأنه الكلام ده يتحقق في الرب يسوع المسيح وفي تجسده، زي ما شفنا وزي ما بنقول وزي ما بنشرح. وكمان قدامكم حاجة تانية في يوحنا 10: إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. فالمسيح قال لهم: حتى لو قلت لكم أنتم لستم تؤمنوا، لأنكم مش عايزين تؤمنوا بالأعمال ولا تؤمنوا باللي أنا قدمته في تجسدي. وكمان في متى 26: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك، لما كانوا في وقت الصلب. في يوحنا 20 آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي لكم تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. وبالتالي العهد الجديد بيشرح لنا كل اللي جه في العهد القديم، بيقول لنا إنه العهد القديم كان بيشاور على المسيح. المسيح جه، المسيح اتجسد، المسيح اوريدي اتجسد في هذا الزمن من القرن الأول، وأن يسوع هو المسيح ابن الله المسيح المنتظر، الشكينة، الممرة، اللوغوس، الوسيط، كل التعبيرات اللي كانوا بيقولوها الرباي اليهودي واليهود الأتقياء عن المسيح المنتظر. طب هم كانوا بيشرحوها إزاي؟ أي كيف توقعوا وكيف انتظروا المسيح؟ تعالوا نشوف من كتبهم، من الكتب بتقول إيه؟ كتاب مثلا اسمه الزهير، طبعة أمستردام، المجلد 3 صفحة 277، بيقولوا إن المسيح لما يجي هيقول على نفسه أنا هو، وهيقول إيجو إيمي. إيجو إيمي دي لو حضراتكم تفتكروا هي اللي موجودة في سفر خروج 3، لما ربنا كلم موسى من العليقة قال له، فموسى بيكلم ربنا بيقول له: طب أنا هقول لهم أنا مين؟ أقول لهم أنا بتكلم بنيابة عن مين؟ اسمه إيه؟ فربنا قال له إيجو إيمي، أهيا الذي أهيا، أو هو يهوى. هي دي الكلمة اللي كمان اليهود الأتقياء قالوا
ان المسيا لما هيجي هيقول الكلمه دي. وشفنا ده ان الرب يسوع المسيح في كذا اشاره او في كذا مكان يقول انا هو، انا هو، انا هو الراعي الصالح، انا هو الكرمه الحقيقيه، انا هو انا هو نور العالم، وهكذا. كل دول بنأكده او بنقوله لانه هو جه قال انا هو، وهم قالوا ان المسيح هيقول انا هو، فده بيأكد ان الرب يسوع المسيح هو المسيح في بحسب فكر اليهود الاتقياء، وانه المسيح هيكون هو الممرة، هو قوة الله او عقل الله المتجسد، وهي نفس كلمة اللوغوس اللي استخدمها القديس يوحنا في انجيل يوحنا اصحاح واحد زي ما حضراتكم قلنا قبل كده وزي ما بنشوف. ومن ضمن ألقاب المسيح إنه كذلك هو هيكون أملهم في الخلاص، لأنه هيكون الوسيط بين إلوهيم والإنسان أو بين الله والإنسان. ومن الحاجات اللي كانوا بيعملوها برضو جميلة جدا، يجيبوا كلمة المسيح ويكتبوها، فكتبوها بكذا معنى، فكتبت مرتين، كتبت مرة ميم ميم راش فوف، واتكتبت مرة ميم ميم راش نو. فلما بطريقة ما بيقعدوا يحسبوا أو يفكروا، فميم ميم راش فوف دي مكتوبة ب7 حروف، وميم ميم راش نو مكتوبة ب6 حروف، ورقم 7 بيرمز لله ولكمال الله، ورقم 6 بيرمز للإنسان لأن الإنسان اتخلق في اليوم السادس. فعشان كده قالوا أن المسيح هيكون هو ابن الله، هو ابن أبوه، وهو نور من نور، وهو إله من إله، أو إله حق من إله حق. وبالتالي الكلام هنا الأساسي اللي قالوه اليهود الأتقياء عن فهمهم لتجسد أو عن فهمهم لمجيء المسيح بيتحقق تمام في تجسد الرب يسوع المسيح، وفي أنه هو هيكون ابن الله وابن أبوه، وأنه نور من نور وإله من إله. وده اللي بنقوله واللي قالته الكنيسة من القرن الأول، وتثبت في قانون الإيمان في القرن الرابع في مجمع نيقيا سنة 325. عشان كده السيد المسيح بيقول لهم: هو أنتم ألكم أعين ولا تبصرون؟ ألكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ يعني افتكروا بس، اقروا بس ودوروا، هتلاقوا إن ميم ميم راش بوف ميم ميم راش نو، إنه ابن الله هيكون ابن الإنسان، وهو ده اللقب اللي كان بيتقال على الرب يسوع المسيح في تجسده، هو ابن أبوه، وبالتالي هو ده اللي تحقق في تجسد الرب يسوع المسيح. وأحد الرباي، رباي شمعون، قال: الويل للعالم الذي جذب بعد هذا، أي بعد سقوط آدم، لأنه من هذا اليوم الذي فيه أغري آدم بواسطة الحية الشريرة، تسلطت الحية أي الشيطان على الإنسان وعلى بني العالم، والعالم لا يقدر أن يتفادى هجمتها حتى يأتي الملك المسيح. وهنا بنفهم كويس جدا أن الملك المسيح أو المسيح المنتظر مش هيجي يخلصهم من الرومان، مش هيجي يخلصهم من الملك، يديهم الملك الأرضي، هو هيخلصهم من حكم الشيطان وسيطرته عليهم، ويقيم القدوس المبارك الذين ناموا في التراب، يعني اللي ماتوا اللي هم آدم وبنيه، ولكن حتى ذلك الحين ستستمر الحية قائمة على العالم هذا لتأخذ أرواح كل بني البشر. وهنا المعنى واضح جدا لما بيتكلم السيد المسيح عن رئيس هذا العالم، لما بيقول لهم: لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يوحنا 14 30، الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. أما على دينونة لما كان بيقول الروح القدس هيحل عليكم، يبكتكم على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين. وبالتالي رئيس هذا العالم أسقط الإنسان في الخطية من أيام آدم، ده اللي بيقوله الرباي شمعون، وهيفضل الإنسان تحت سلطة رئيس هذا العالم حتى يأتي الملك المسيح ويقيم القدوس المبارك الذين ناموا في التراب. وهو ده اللي قاله الرباي شمعون، وده كان رد الرب يسوع المسيح ان هو جاي عشان يدين رئيس هذا العالم ويخلي الانسان يخرج من تحت سلطته. وده برضه اتقال في افسس 2، واتقال في رساله كولوسي، واتقال في كذا مكان من رسائل بولس الرسول، انه كنا تحت اركان هذا العالم او تحت سياده
الشيطان، إلا إن الرب يسوع المسيح بموته على الصليب أظهرهم في كولوسي 2، أظهرهم جهارا ورد الصق اللي كان مكتوب علينا بالصليب وبتجسده وبكل الأعمال الخلاصية اللي عملها أثناء تجسده. من ضمن النبوات اللي بيتكلموا فيها برضو عن المسيح إن هي في تكوين 49 10 كلمة شيلوه، شيلوه يعني الذي له الأمر، ولما تجمع بطريقة بالطريقة اليهودية في فهم العهد القديم أحد الطرق اليهودية تجمعها تطلع نفس كلمة مجموع حروف كلمة المسيح، وبالتالي هو شيلوه اللي هيجي اللي هيكون له خضوع الشعوب واللي هيكون له الأمر، هو ده هيكون المسيح. وكمان في بعض الكتب شبهوا موسى النبي بالمسيح، أو مشبهوا المسيح بموسى النبي، فبيقولوا إنه في تشابه. فالرباي براخيا بيقول في مدراش ربا، بيقول كالمخلص الأول اللي هو موسى هيكون المخلص الأخير المسيح. طب وحط أمثلة إزاي؟ إيه اللي لقاه عشان يقول عنه أو يربط ما بين العهد القديم موسى والمسيح؟ فبيقول إنه هيكون راكب على حمار، إن أنا ودي موجودة في خروج 4 قدام حضراتكم من 20 ل 23، و كما أنزل موسى المن هو كمان هينزل يعني أكل أو هينزل غذاء، رمز للإفخارستيا طبعا، أو مشارك أو سوري تعبير عن الإفخارستيا. وكما أخرج موسى ماء هو كمان هيدي ماء، افتكروا حواراته في يوحنا 4 ويوحنا 5 لما كان بيقول أنا هو الماء الحي. وكما أتم موسى الخلاص في 14 نيسان وقت ذبح الخروف على سيخين من النار، هكذا برضو ربنا يسوع المسيح صلب في هذا اليوم 14 نيسان على خشبة الصليب. والنبوات أو اللي اتقال عن المسيح كأنه شبه لموسى اتحقق تمام في تجسد الرب يسوع المسيح. طيب في ناس ابتدت تعمل أبحاث عن تحقيق النبوات، كيف تحققت النبوات، كيف انتظروا المسيح وكيف تحققت النبوات. في عالم يهودي اسمه ألفريد إدرزهايم، وجمع النبوات فلقى ان هم 456 نبوة، ولكن في 365 نبوة مباشرة، وابتدى يجمع هذه النبوات ويحطها جنب بعض ويبتدي يحاول يفهم أو تحقيق النبوات إزاي ممكن تتحقق في شخص. فبيقول إن لو اتحققت 60 نبوة فقط في شخص واحد بعينه، دي هتكون نسبة يعني صعبة جدا، 1 ل 10 to the power of or أس 895، ولكن ده رقم كبير جدا. إنما لو حققنا 60 بس من النبوات في شخص واحد، فبالتالي يبقى هو ده الشخص الحقيقي، وبالتالي هو ده اللي اتحقق، وده اللي احنا بنتكلم عنه في شخص الرب يسوع المسيح. وبالتالي لو اتحقق 60 بس من ال 456 او من ال 365 في شخص المسيح، يبقى هو ده المسيح. بيتر ستونر هو كاتب مسيحي ومدير قسم ماثيماتكس في جامعة باسادينا في امريكا، وابتدى برضه هو وبعض التلامذة يدوروا على تحقيق النبوات وازاي النبوة دي تتحقق. فهو عملوا ايه؟ هو خد بس 8 نبوات اللي هو قدام حضراتكم دول في السلايد دي وفي السلايد اللي جاي. خد 8 نبوات بس وابتدى يشتغل عليهم، وقعد يقول انا لو اتحققت الثمان نبوات دي في شخص، ايه الاحتمالية؟ لقينا ان الاحتماليه هتكون 1 ل 10 to the power of 17 عشان تتحقق 8 نبوات بس في انسان واحد. فبما ان النبوات اتحققت في شخص الرب يسوع المسيح، يبقى هو ده المسيح المنتظر. يعني احنا حتى لما قللنا عدد النبوات ووصلنا ل 8 فقط، الاحتماليه عاليه جدا انه هو يتولد مثلا في بيت لحم ويكون يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ويهيئ ويكون في
يهيئ الطريق قدامي اللي هو يوحنا المعمدان، ويجي على ملكك يأتي وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. وفي سفر زكريا هي التي جرحت بها في بيت أحبائي، ويوزن أجرتي 30 من الفضة، وألقيتها في إلى الفخاري في بيت الرب. أما هو فظلم وتذلل فلم يفتح فاه، وثقب يدي ورجلي. هو بيقول لو لقينا في حياة شخص معين الثمان نبوات دول اتحققوا، دي هتبقى احتمالية 1 ل 10 to the power of 17، يعني 10 to the power of 17. وبالتالي إذا كانت اتحققت في شخص المسيح فأكيد هو ده المسيح المنتظر، وهو ده اللي كان بيتكلم عنه كل اليهود الأتقياء اللي كانوا متوقعين ومنتظرين المسيح. عشان كده بتتحقق النبوات وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. سيد المسيح نفسه قال في يوحنا 5: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وفي رسالة بولس الرسول عبرانيين 11: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وحيوها وصدقوها وأقروا بأنهم غرباء. وبالتالي هم كانوا اللي في العهد القديم ماتوا أحياء في هذا الوعد بوجود المسيح، أو بتجسد المسيح اللي هيكون هو كل الصفات اللي اتكلمنا عنها. وفي رسالة بطرس الأولى 1: الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء حصل في تجسد الرب يسوع المسيح. السيد المسيح نفسه قال: إن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. وده اللي بنقوله في أوشية الإنجيل، وقال لهم في يوحنا 8: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. هي الانتظار للمسيح بحسب كل أتقياء العهد القديم تحقق في المسيح، وأكدها الإنجيل يوحنا 1: والكلمة صار جسدا وحل بيننا أو فينا، يعني شكنا حضور مجد الله في تجسد المسيح، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. دي المحاضرة الأولى هذه السنة دي بنتكلم فيها عن التجسد، وللمزيد من المعلومات نقدر نرجع لمحاضرة المسيح في نظر اليهود لأبونا لوقا ماهر كنيسة القديس ماري مرقس الرسول بكليوباترا، محاضرة موجودة على اليوتيوب تقدروا ترجعوا لها. وبإذن ربنا هيكون في محاضرات تانية الأسابيع اللي جاية عن تجسد الرب يسوع المسيح لإلهنا المجد الدائم في الكنيسة المقدسة والكلمة المقدسة والآباء الرسل والشهداء والقديسين من الآن وإلى الأبد. آمين.